كنت فين؟ ابدا، لقيت نفسي فاضيه زي كل يوم، رحت زرت بابا علام والفرقه. انا قلت لك ما احبش يكون ليكي اي اتصال بالناس دول، دول انتهوا من حياتك. انت دلوقتي ام وزوجة راجل له مكانته في المجتمع. انا ما سقتش لك ولا للمجتمع بتاعك. انا رحت زرت ناس زملاء بحبهم وبيحبوني، ناس شرفة. شرفة؟ الناس دول انا اشتريهم بعشوة. انت غلطان يا استاذ، دول غير الناس اللي حواليك اللي عايشين على الخمرة والسرقة والرشوة. خاسي سنين وانا بتمنى وادعي انك تشوف نفسك على حقيقتك وتفوق وتتخلص من الشلة اللي حواليك اللي بتنصب وبترشي وبتسرق باسمك وعلى حسابك. انت ضعيف ضعيف، ما انتش قادر تواجه نفسك ولا تحس بالدوامة اللي بترمي نفسك فيها ولا تواجه الناس اللي ودوك في داهية. بس برا، انت بتسأليش تقعدي في البيت ده؟ امشي بقى برا 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 برا. بتدوري على حد؟ بابا علام، بابا علام. بنتي بنتي، انت بتهددني؟ طلع مش هطلع، والبنت مش هشوفها ابدا. اعملوا اللي تقدروا عليه. انت فاكر انك سيد الموقف متحكم في مصير سهير؟ احترس من دعوة المظلوم يا صلاح بيه. الزمن ملوش امان، والغالب قد ينقلب مغلوب، وساعتها حتتلفت حواليك مش حتلاقي الا الاسى والندم. ده راجل مساوي مش هنقدر عليه. يبقى نرفع قضية طلاق وضم البنت والنفقة يدفعها ولا يهمه. ولو رفع هو القضية، لما يرفع مليون قضية مش هرجع له، وهاخد بنتي بحكم الشرع انا امها. صحيح انت الام وانت الاولى بحضانتها، لكن لما تكون الام من اسره الفن القانون مش بيقف جنبها. يعني يقدر يحرمك منها ويخليكي ما تشوفيهاش؟ هو صحيح يقدر يحرمني منها ويقدر يخليني ما اشوفهاش، لكن مش هيقدر يحرمني من اني اكون امها. ده مش بني ادم ابدا. ولا يهمك انت تفرفشي وتنعنشي كده وتلتفتي لصحتك. مزمز 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 مزبوط. ربنا معاكم يا بنتي. يلا يا اولاد، احسن ميعاد البروفه قرب. يلا على البروفه. بابا علام،
يا ريت اقدر ارجع لكم تاني. مكانك موجود معانا دائما يا بنتي. استاذ حسين. نعم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ رايي هي دي عايزه رايي يا بابا علام. دي مفاجاه مذهله، ده شيء رائع، دي كسب. انا في منتهى السعاده دلوقتي اني اقدر احقق اللي انا عايزه. اسمعي. ها؟ اعملي حسابك من هنا ورايح على بروفات 24 ساعه في اليوم، هتتعبي. حياتك من هنا ورايح لازم تبقى رقص، موسيقى، فن، طرب، عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. موافقه؟ ربنا يوفقكم. هخس 10 كيلو. اوعي اوعي تخسي. بس انا تخينه كمخرج فرقه. انا عاوزك تخسي يجي 15 كيلو. شايف؟ انما كحسين اموت في السمن البلدي. طيب اوكي كده سيب ايدي. رشاقه. ها يا واحد. ايوه ها كويس كده. لفي تاني من هنا. بخاف. لف معلش. يلا حسب. ايوه ها برافو. يلا تحت بقى يا جبانه. ما شاء الله. فرايا يلا فوق. حلوه حلو كذاب ترارارارام. يا خرابي على جوز العيون السود دول. قد العيون السود. ها مش قايله. غمزت اسم النار وغمزت اسم النار وشبكت اسم النار.